بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طالبات العزيزات، طالبات الصف السادس، درسنا اليوم لمادة العلوم هو الدرس الثاني في توصيل المصابيح الكهربائية. تتصل المصابيح والأجهزة الكهربائية معا بالدار الكهربائية بطريقتين، هما التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. إذن في هذا اليوم سوف ندرس كيفية توصيل المصابيح في الدار الكهربائية. نأتي بداية لشرح التوصيل على التوالي. كيف يتم التوصيل على التوالي؟ دعونا نشاهد هذه الصورة. تضم الصورة الآن بطارية وأسلاك توصيل ومصباحين. كيف وصلت المصباحين؟ نلاحظ أن البطارية خرج منها سلك من القطب السالب، امتد هذا السلك حتى المصباح الأول، ثم مباشرة المصباح الثاني مربوط في نفس السلك، ثم خرج من المصباح الثاني وعاد مرة أخرى إلى البطارية إلى القطب الموجب. إذا لاحظنا من الرسمة أن المصباحين موصولين تتابعا. إذا توصل المصابيح على التوالي في نفس السلك. أما التوصيل على التوازي، سوف نلاحظ أن الدارة في هذا الشكل مكونة من بطارية يخرج منها سلك من القطب السالب، ثم يصل هذا السلك بأول مصباح، ثم يخرج السلك من المصباح الأول ويكون مع المصباح الثاني، ثم بعد ذلك يعود السلك مرة أخرى إلى البطارية إلى القطب الموجب. إذن ماذا نلاحظ على هذه المصابيح؟ نلاحظ أنها موصولة بشكل متوازي، موصولة بشكل متوازي. سوف نعقد الآن مقارنة بين التوصيل على التوالي والتوازي حتى نستطيع أن نفهم الفكرة بشكل أكبر وأوضح. أولاً سوف ندرس وجه المقارنة بين التوصيلين. بالنسبة إلى التوصيل على التوالي، تكون الدارة الكهربائية فيها، يكون المصابيح فيها مصباحاً تلو الآخر. إذن في هذه الدارة نلاحظ أن المصابيح فيها يكون مصباح تلو الآخر. أما في التوصيل على التوازي، نلاحظ أن المصابيح تكون في مسارات متفرعة، تكون المصابيح في مسارات متفرعة، كل مصباح له مسار خاص فيه. دعونا نرى الآن كيف يكون سيل التيار الكهربائي في التوصيل على التوالي. يكون مسار التيار الكهربائي في الدار الكهربائية الموصولة على التوالي مسار واحد. إذن يخرج من القطب السالب، يمر عبر المصباح الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم يعود مباشرة إلى القطب الموجب في البطارية. إذن يكون مسار التيار فيها في مسار واحد. أما بالنسبة إلى التوصيل على التوازي، نلاحظ أن التيار الكهربائي يسير في أكثر من مسار. يخرج التيار من القطب السالب، ثم يتفرع إلى المصباح الأول، ويتفرع المصباح الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم يعود مرة أخرى ويتجمع من المصابيح الأربعة ويعود إلى البطارية عبر القطب الموجب. طيب دعونا نسأل، إذا انقطع التيار الكهربائي عن أحد المصابيح، ماذا يحدث في المصابيح الأخرى؟ نلاحظ أن التيار ينقطع في المصابيح الأخرى. مرة أخرى، إذا انقطع التيار عن أحد المصابيح الموصولة على التوالي، ماذا يحدث للمصابيح الأخرى؟ سوف ينقطع التيار أيضا على المصابيح الأخرى وتنطفئ. أما في التوصيل على التوازي، لو انقطع التيار في إحدى هذه المصابيح، سوف يبقى التيار في المصابيح الباقية ولن ينقطع. إذن سوف تبقى المصابيح الأخرى مضاءة ولن ينقطع عنها التيار. دعونا الآن
نتساءل عن شدة التيار في المصابيح، هل تكون إضاءة المصابيح في التوصيل على التوالي قوية أم ضعيفة؟ في التوصيل على التوالي تكون شدة الإضاءة في المصابيح ضعيفة لأنها جميعها تأخذ نفس التيار. إذن تكون الإضاءة ضعيفة في المصابيح في التوصيل على التوالي، أما في التوصيل على التوازي فتكون الإضاءة قوية لأن التيار توزع على المصابيح الأربعة، كل مصباح أخذ حاجته من التيار فتكون الإضاءة فيه قوية ولن تتأثر. وهكذا ينتهي درسنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء في درس جديد.